يعني عايز اقول بالكلام عن منتخب مصر، الونش للاسف هيغيب عن المباراه المقبله امام المنتخب السوداني بعد الاصابه اللي جات له وابعدته بين شوطي مباراه غينيا بيساو اللي هي العضله الاماميه، فمبدئيا كده هيغيب عن ماتش السودان، لكن لسه ما تحددش مدى قوه الاصابه وممكن توصلنا لحد فين، هل هيغيب مثلا عن الماتش اللي بعده لا قدر الله، لنرى هل فتوح هيبقى جاهز، لسه في محاولات انه يلحق وان كان يبدو الامر صعبا انه يلحق المباراه اللي جايه، فبالتالي متوقع ان احنا نشوف محمد عبد المنعم بيرافق احمد حجازي في قلب الدفاع في مواجهه الشقيق السوداني يوم الاربعاء في 9 مساء. مليون سلامه عليك يا وينشو، وان شاء الله تقوم بالف سلامه صمام امام امان يعني من اللاعبين الرجاله جدا جوه ارض الملعب. طيب ده فيما يخص منتخبنا الوطني اللي عاد تاركا للمنتخب الى ارض مصر النهارده اللاعب اكرم توفيق. اكرم توفيق تعرض لقطع في الرباط الصليبي في اللقاء الاولاني امام منتخب نيجيريا اللي اتغلبناه بهدف دون مقابل، كان خرج في اول 10 دقائق بسبب اصابه بعد التحام مع موزيس سايمون لاعب المنتخب النيجيري اللي بالمناسبه كلم اكرم توفيق غير الفيديو اللي عمله، اتصل باكرم وقال له انا اسف، وهو اللاعب الحقيقه لم يرتكب خطا في مواجهه اكرم توفيق، ما كانش فيه اي تعمد ولا كان ده اكرم توفيق اللي دخل يعني. لكن النهارده الزميل حسام عادل العائد من الكاميرون برفقه المنتخب التقط هذه اللقطات بالفيديو لاكرم توفيق وقت وصوله عبر مطار القاهره ودخوله الى مصر عائدا ليبدا رحله علاجيه هتشمل جراحه ثم عمليات تاهيل ليعود الى الملاعب باذن الله متالقا كما اعتدناه سواء مع الاهلي او مع المنتخب الوطني. اكرم توفيق كان في حاله حزن لكنه في النهايه قال انه راضي بقضاء الله وقدره واتكلم وقدره، واتكلم طبعا على انه مش حابب انه يتكلم، حتى الزميل حسام عادل لما وجه له الكلام هل تحب تقول اي حاجه للمصريين للجمهور سواء المنتخب الوطني او جمهور الاهلي او الناس اللي زعلت على زعلك وزعلت على اصابتك، فبص للكاميرا زي ما قدامكم وقال انه مش حابب انه يتكلم، واعتقد لو في صوت ممكن نستعرضه مع حضراتكم، وقال انه كده كده لسه راجع من الكاميرون عيان مرهق ومش قادر يتكلم، لكن بيشكر الناس اللي اطمنت عليه وربما سيتحدث في الايام المقبله لما ارجع بالسلامه. أكرم حابب تقول حاجة بعد عودتك؟ بقول لك بالنيابة عن جمهور مصر؟ لا برجع بس يا جماعة مش حابب التعب. أنا مش حابب والله يا جماعة كلمة بس جمهور مصر جمهور مصر بس جاي من سفر كاميرون أو طيارة ساعات أكرم لما أرجع إن شاء الله أرجع ترجع بالسلامة إن شاء الله. مليون سلام عليك يا أكرم وحمد لله على سلامتك وإن شاء الله ترجع احسن من الاول كمان ان شاء الله، لعيب كبير جدا ولعيب راجل ولعيب استنى الفرصه وفضل بيجتهد لحد ما جات له فبقى لعيب اساسي مع فريق بحجم الاهلي وبحجم منتخب مصر. مليون سلام عليك اكرم توفيق. منتخبنا الوطني على اي حال بيستعد ووصل بالفعل الى ياوندي حيث المواجهه المقبله مع المنتخب السوداني اللي خسر في مباراته الثانية أمام منتخب نيجيريا وكان قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب غينيا بيساو. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله. لكن